ورجعنا لكم مشاهدي جولة الصباح ومكملين معكم اليوم حول تغطيتنا للتضامن الشعبي والعربي لما يحدث في حلب. أبناء مدينة حلب لا يكفوا عن العطاء ويلتزمون بالأخوة والترابط حتى في دول المهجر واللجوء، وكمثال حي على ذلك قام أحد أبناء المحافظة بإنشاء ملتقى البيت الحلبي ليكون منطلقا يجمع أبناء حلب الشهباء في بلاد اللجوء. نعم سونيا، في مناسباتهم ونقاشاتهم ندواتهم وأيضا جلساتهم وفي مأساتهم، وللحديث أكثر عن هذه التجربة بيسعدنا أن نستضيف الأمين العام لملتقى البيت الحلبي صفوان زيزان وأيضا نائبه أحمد الخطيب. صباح الخير السادة. صباح الخير، أهلا وسهلا. يعني نحن كنا بنتمنى أنه نستضيفكم بوقت غير هذا الوقت اللي عم تتعرض فيه مدينة الحلب للمجزرة الكبرى. اليوم بملتقى البيت الحلبي شو عم تطرحوا، شو عم تحكوا، شو عم تناقشوا من أجل مدينة حلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، في بداية لابد لنا من أن نترحم على الشهداء ونتمنى من الله عز وجل الشفاء العاجل لجرحانا. مدينة حلب معروفة، في هي تعتبر ربع سكان سوريا. مدينة حلب تعتبر المدينة الصناعية، تعتبر مركز المال في حلب في سوريا. طبعا مدينة حلب أثرية قديمة معروفة، لذلك اتجه الملتقى، كنا نحن حلبي الأصل، اتجهنا باتجاه أنه يكون لنا عمل وإلنا أثر في حلب لدعم أهلنا في سوريا. فكان ملتقى البيت الحلبي تأسس على إيدين ناس من حلب، طبعا مقيمين في الخارج السوري، ونشاطنا غالبا إغاثي وكمان تنموي. أي نعم، ليس مقتصر على مدينة حلب، بل أي منطقة بيكون فيها أي ضرب. نعم. كادرنا بيقوم بهالعمل وبيتحركوا بكافة اتجاهات. نعم. يعني الأمين العام لنائب الأمين العام أستاذ أحمد، دمر في حلب الجامع الأموي، السوق القديم، والمسرح القومي. حاليا حلب يعني حضارة تاريخية. نعم. بدنا نحكي عن ما دمر، شو كان قبل. نعم. وهلا شو راح منا. نعم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سوريا وطن وحضارة وتاريخ، وتمثل حلب عاصمة الثقافة الإسلامية لبلاد الشام. عمل هذا النظام على ضرب أسباب الحياة في سوريا، فلم يترك مشفى ولا مدرسة، وكما رأيتم مشفى القدس. نعم. كلنا يعني رأى عبر شاشات التلفزة والفضائيات ما يقوم به هذا النظام من هجمة بربرية على حلب، فلم يترك شجرا أو حجر، ونحن حزننا شديد على الإنسان. حلب القديمة، حلب التاريخ، التراث، آلاف السنين، الحضارة، لم يترك هذا النظام المدينة، لم يترك الناس، دمر كل شيء. نعم دمر كل شيء. لو نحكي شوي لكل اللي عم يتابعوا جولة الصباح، نحن مشاهدينا ليس فقط السوريين، يمكن كثير من دول العالم عم يتابعونا. كون السوري الآن أصبح يعني في كثير من البلدان العالم، يعني وصل إلى عديد من البلدان، فبات جمهور هذا البلد أيضا يتابعنا. فلو يتعرفوا أكثر، تحكي لنا عن قيمة اللي تحدثت عنهم، المناطق التي تم تدميرها، الجامع الأموي، السوق القديم، والمسرح القومي، تحكي لنا شوي. وإن كان يعني أنا أشاهد يعني في غصة. نعم. وأنا يعني وتريد البكاء، يعني أنا نعتذر طبعا، إثارة المشاعر كلنا مع حلب، وحلب عزيزة علينا جميعا، هي بلدنا، فيعني بكل هذا الألم، لكن نريد أن يعني نستذكر الجميل، فلو تحدثنا عن القديم. نعم، حلب التاريخ والحضارة. أعتقد أن أهل حلب الذين بنوا حلب عبر آلاف السنين، بنوا القلعة وبنوا الأسواق القديمة، سيعودون أو سيعيدون بناء هذه المدينة من جديد إن شاء الله. نعم، إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. طيب اليوم نحن اللي عم نشهده يعني هو كما ذكرنا يعني القصف اليوم عم بتشهد يعني مناطق غير حلب القديمة، يعني حلب القديمة دمرت السنة الماضية واللي قبلها، يعني اليوم ماذا اليوم النظام يقصف، ماذا يقصف اليوم النظام في حلب؟ شو اللي عم بيصير اليوم بحلب؟ للأسف القصف ما هو على الناس اللي هم حاملين سلاح، القصف غالباً عم بيكون على المستشفيات، عم بيكون على المناطق القديمة المعروفة إن هي آهلة في السكان، الأسواق، الحارات القديمة. يعني المشكلة إن الغرب ما عم بيطلع مظبوط على طب اليوم شو دور الجالية؟ يعني أنتوا حضرتكم عم بتمثلوا الجالية الحلبية في الأردن، خلينا نقول طبعا أكيد الجالية الحلبية السورية العربية، يعني خلينا نكون بس يعني أنتوا بتمثلوا الحلبيين في الأردن. شو موقف شو اللي لازم يعملوه مثلا غير موضوع التضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ شو احكوا لنا شو عم بيصير؟ أنا من منطلق يعني خبرتي في ما يجري في حلب أو معرفتي، كلنا بنسمع في الأخبار الآن لا كوادر طبية، وآخر ما حصل طبيب الأطفال يعني هو يعالج ضمن المستشفى، قصف المستشفى وراح. أنا أناشد أطباء السوريين أطباء الحلبيين العودة، يا أخوان بلدكم هي يعني إذا كان بقيتوا برا مين بدي عالج؟ أنا أعرف أحد أطباء بيطريين يعمل في معالجة البشر، هو الموجود هذا حاليا الموجود بين إيديهم. فيا أخوان يا أطباء يا ممرضين ارجعوا لبلدكم، الديموت ديموت إن كان تحت القصف وإن كان في بلده في أوروبا أو في تركيا أو في أي مكان. خروجهم كان يعني أيضا هم لظروف، لولا وجود الظروف صعبة والقصف لما خرج أكيد الأطباء، فيعني هم يعني لديهم أيضا مأساة. لا بس يعني فعليا حلب اليوم بحاجة لكوادر طبية، لكن نحن نوقف يعني أيضا نقدر نشوف كيف وجهة النظر بشكل عام أو من كل الجوانب، ومنناشدهم أكيد يعني منناشد كل أحد يستطيع أيضاً الدخول لتقديم المساعدة الطبية أياً كان. فحلب ليست فقط للحلبي، حلب لنا جميعاً. يعني أستاذ صفوان، المناطق الأثرية حدثنا عنها، المناطق الموجودة في حلب تحكينا عن التاريخ القديم. والله أنا بعد ما بلغت بهالسن هذا بذكر كنت طفل وأتجول بالأحياء، وكان لي متعتي أني أروح في سوق المدينة السويقة القديم والمدينة. نعم. والمناطق هي جميلة جدا. نعم. للأسف بعد ما قصفت وتفرجت عليها فعلا زرفت دمعة عيني وما ملقتها. ما بعرف يعني بعد هالزمن هذا كيف بدي يرجع التاريخ يبني نفسه؟ آلاف السنين دمرت بسبب أحقاد تاريخية، الله يردها لأهلها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. طيب اليوم أبناء حلب تحت هذا الظرف الصعب اللي عم نعيشه، نفس الوقت الطرق مسكرة، ما يعني قسم كتير كبير من المناطق اللي عم بيتم قصفها اليوم أهاليها ما عم بيقدروا يغادروها، ما عم بيقدروا يروحوا على تركيا، مثل ما معروف طريق كاستيلو خطر، هذا الطريق خطر والنظام كمان عم بيستهدفه والقصف. شو اليوم شو الوضع؟ يعني شو لازم يعملوا اليوم أبناء حلب برأيك؟ كمان المشكلة إنه تقولهم ابقوا تحت القصف. طيب. يعني شو الوضع؟ يعني في ظل صمت دولي وتواطؤ يعني ندعو المجتمع الدولي للوقوف مع أبناء مدينة حلب ووقف آلة الحرب، ونطالب بحماية المدنيين، ونطالب الأمم المتحدة ومنظمة المجتمع الإسلامي والجامعة العربية بوقف آلة القتل فورا. لقد شبع الشعب السوري وأهل حلب خاصة من التنديد والاستنكار، نريد موقف حقيقي، نريد وقفة حقيقية مع هذا الشعب، نريد وقف القتل فورا. لم يعد هذا الشعب يحتمل. نعم.
نعم. أستاذ صفوان، كان في عندك كلمة تريد أن توجهها، كلمة للملتقى. نعم. يعني بالفترة الأخيرة الأسبوع الماضي تقريبا انضربت أحد أحياء القديمة في حلب، وكان فيها مستودعات للمنظمات الإغاثية، فدمر فيها السلات الغذائية، دمر فيها بعض التمور، دمر فيها فنحن بهالظرف هذا ومع هذا القصف هذا، كنا منظمة مدنية ما نستطيع أن نستمر. يعني ندرس الآن مع إدارتي في الملتقى أن نوقف نعلق الأعمال في الملتقى كمنظمة إغاثية، مع العلم أنه نحن الآن نتوجه لتقديم بعض المواد الطبية لسوريا. طب لماذا التعليق؟ يعني تريد أن تعلق هنا؟ هن بحاجة يعني للخطأ. كادرنا في قبل فترة تعرض إلى القتل. نعم. القصف. نعم. فمو معقول يعني أنا كادري أروح ببلاش، نحن من الكوادر المدنية مثل المستشفيات مثل الدفاع المدني. طب شو الحل وكيف ممكن أنه نقدم الدعم الآن؟ الملتقى إذا انسحب وكل كل جهة انسحبت، يعني حاليا حابين نعرف شو رح يشتغل الملتقى مقبلا، وشو بتناشدوا حتى للجهات الأخرى، كيف تتعاون مع بعضكم البعض لتقديم المساعدة لداخل المدينة؟ نحن تأمين الطريق إلنا يعني إسعافيين، خلينا نقول إسعافيين، دفاع مدني، الإغاثة. الآن الإغاثة ما عاد يهمنا الإغاثة، الطعام والشراب. نعم. صار بدنا نقدم أدوية، بس كيف يعني كمنظمات مجتمع مدني لا نستطيع تأمين الحماية للمواطنين، نحتاج إلى تأمين منظمات المجتمع المدني لكي يقوم بواجبهم في تقديم الدعم لأهلهم في سوريا وخاصة في مدينة حلب. فالمشافي والمدارس وكل أسباب الحياة الآن في حلب معلقة، أي تجمع معرض القصف، قصف ممنهج مقصود، لا نستطيع أن نقول أنه يعني غير مقصود. الحقيقة أنه قصف مقصود فيه هذه الحاضنة الشعبية، حاضنة الثورة السورية، ثورة الكرامة. يريد هذا النظام أن يكسر شوكة الشعب السوري، لكن سيبقى أهل حلب وستبقى حلب وسيتم بناء حلب من جديد إن شاء الله. إن شاء الله. يعني طيب، يعني أنتوا عم تعلنوا هلأ إيقاف مدكن وأيضا تقديم العون والمساعدات في الداخل الحلبي نتيجة للظرف الخطير اللي عم بيصير بجوا. طيب المنظمات الثانية اليوم يعني كيف الوضع هلأ حاليا؟ نعم. يعني يمكن أكثر من 300 منظمة مجتمع مدني سوري ومجلس محلي أدان واستنكر، أكثر من هيك ما بطلع بإيده يعني. عفوا، لا قصدي من ناحية تقديم المساعدات والإغاثة أكثر من منظمة أيضا في حلب، ومنها ملتقى البيت الحلبي قد يعلق أعماله في مدينة حلب، وذلك نظرا للظروف الحالية. نطالب بحماية حقيقية، حماية للمنظمات الإنسانية، حماية لأبناء هذا الشعب، حماية المدنيين الأبرياء. نعم. طيب من هذا القصف البربري، من الثوار اللي موجودين بالداخل اليوم، الثوار اللي موجودين بالأحياء المحررة بحلب اللي عم تتعرض للقصف، كمان ما قادرين كمان هم يعملوا أي نوع، يعني شو دورهم كمان بنفس الوقت؟ المدنيين الثوار اللي موجودين جوا بالداخل بأحياء المحررة، يعني حقيقة نحن دورنا كمجتمع مدني أو كمنظمة مجتمع مدني علاقتنا في هالناس الأبرياء يعني. نعم. بعيد عن نعم الثوار والمجاهدين. نعم. تواصلنا مباشر مع أبناء مدينة حلب، الناس المدنيين العزل، الأطباء، المدرسين، العاملين، الكوادر أيضاً. نعم. إذا بتسمحوا لي أن رأس المال هاجر من سوريا، يعني من حلب ومن سوريا عامة. يعني تعداد سكان حلب كما علمت أنه كان 6 ملايين، الآن يعد بمئات الآلاف، بضع مئات الآلاف. فرأس المال هاجر يا أخواننا في المهجر، دعمونا. والله اللي حصل في حلب يعني ما تكفي دول، ما تغطي دول. فبدنا المال يعود لحلب، والشباب اللي قاعدين برا، يا شباب شو عم تسوي برا؟ تفضلوا لحلب، اللي يموت برا ولا جوا؟ يعني الكادر الطبي، الكادر الشبابي، الكادر المالي، هذا كله نحن بحاجته الآن.
يعني أكيد هي دعوة مناشدة عبر تلفزيون أورينت أنه يتم دعمكم ومساندتكم من أكيد من كل السوريين، ليس فقط من الحلبيين ومتجار حلب، يعني من كل السوريين وأكيد العرب. يعني اليوم عم نشوف حملة كتير كبيرة وتضامن عربي كتير خاصة كبير خاصة في الأيام. نعم. يعني أعتقد أنه الدعم يجب أن يكون إغاثي طبي إن شاء الله يا رب، وصوتكم أكيد بيوصل. نحن بدنا نشكركم السيد صفوان زيزان الأمين العام لملتقى البيت الحلبي في الأردن، وأيضا أحمد الخطيب نائب أمين عام ملتقى البيت الحلبي في الأردن. بدنا نشكركم كتير لوجودكم معنا. شكرا كتير لكم.